عشان نعمل شوربة الخرشوف موجود معانا خرشوف يكون فروزن أو مسلوق متقطع، عندي لسان عصفور يكون متحمص، كريمة دقيق، مرقة، مية مغلية، عصير ليمون، ثوم مفروم، ملح وفلفل وكمون. معلقة الدقيق مهمة جدا جدا طالما حطينا الكريمة، وحلوة جدا للشوربة في المطلق وحلوة قوي مع الخرشوف كمان. حطيت هنا زيت الزيتون، الخرشوف، والخرشوف مسلوق أصلا، كمون، ملح، فلفل أسود، ثوم، زيت زيتون، ملح، فلفل، كمون، ثوم، خرشوف مسلوق، معلقة دقيق ضرورية جدا طالما في عصير ليمون وفي كريمة أو لبن عشان ما يفصلوش مني. أقلب لحد ما الدقيق يختفي تماما وما يكونش عندي أي باودر أبيض. أقوم منزلة عصرة الليمون، دي ليمونة كبيرة أو عصير ليمونة كبيرة يعني، لسان العصفور. احنا طبعا أي حد متابعنا في تحضيرات يوم السبت اللي هي تحضيرات الأسبوعية دايما بنشوح لسان العصفور والشعرية عشان لما نستخدمهم طول الأسبوع مع رز مفلفلين مع طاجن مع شوربة نكسب وقت. بعد كده أنزل المرقة، دي مرقة خضار، مرقة فراخ، مرقة لحمة، مية سخنة، كله تمام مفيش مشكلة خالص. الكريمة لو ما عندناش كريمة يبقى هنحط معلقة قشطة مع اللبن والدقيق اللي احنا اصلا حطيناه، يبقى تمام قوي كده مفيش مشكله. كده انا محتاجه شويه ميه سخنه عشان اخف بس شويه القوام، بس كده خلصت الشوربه، سهله وسريعه ومغذيه ولطيفه جدا جدا.